مساء الخير وأهلا بكم إلى هذه النشرة من الام تي في. مساء الخير. الأسبوع الطالع هو موعد الجلسة 36 لانتخاب الرئيس. طبعا الجلسة ستكون عقيمة كسابقاتها، فالتوتر السياسي المستجد بين تيار المستقبل وحزب الله جاء ليضاف إلى العوامل الأخرى المحلية والإقليمية المانعة لإتمام الاستحقاق. كذلك تتوسع دائرة التساؤلات حول قدرة مجلس الوزراء على عقد اجتماعه الأسبوعي وعلى جدول أعماله، قنبلتا تحويل ميشيل سميحة إلى المجلس العدلي وإيجاد الحل النهائي لملف النفايات. ولا تقتصر المعوقات على الملفات المزمنة السابق ذكرها، إذ أن التوظيف في التوترات الأمنية وترك الشارع يتحرك على هواه لتطيير رسائل تهويلية، إنما المقصود منه على ما يبدو الحق الاستحقاق البلدي بالاستحقاق الرئاسي. فالزمن ليس زمن الترف الديمقراطي في لبنان بحسب رزنامة حزب الله، بالرغم من إشادته بالانتخابات التي تشهدها إيران. البداية من فقرة رغم كل شيء. مين منا محتاج هو أو أحد قريبينه أو واحد من أصحابه للدم يوما؟ وقليل اللي ما واجهه مشكلة بتأمين هالدم بالسرعة المطلوبة. من هالحاجة للمساعدة وللتطبيق iBloodLink. iBloodLink application عملت لتسهل طلب الناس لكل أنواع فئات الدم. كل الناس فيه ينزلوه على تليفونات الآيفون والأندرويد ببلاش. أنه لازم يكون في شيء ليسهل إنه واحد يطلب دم ويتأمن له دم. الابليكيشن ما بتطلب منهم غير فئة الدم تبعهم. احنا ما فينا نعرف كل تليفون لمين وشو فئة الدم تبعهم، احنا بس بنعرف انه هيدا الجهاز فئة دمه بي بوزيتيف. لازم نكون بحدود الانترناشنال جايدلاينز اللي هي في برايفسي. تنقول انت طلبت بي بوزيتيف، بيروح بوش نوتيفيكيشن بس لتليفونات البي بوزيتيف. صرنا هلا ب 13 دولة، نحن مش بنك دم، نحن بس صلة وصل بين اللي عايز دم واللي بده يتبرع بالدم. كل ما بتتبرع مرة واحدة بالدم تنقذ 3 أشخاص. بين الضاحية والطريق الجديدة إعلان نيات. قلد السيد حسن نصر الله، فاشتعلت بيروت أولا لتتوسع الاحتجاجات إلى الشويفات وشتورة وتعلبية، بحيث نزل أنصار حزب الله إلى الشوارع وقطعوا الطرقات بالإطارات المشتعلة. هنا في الضاحية الجنوبية لبيروت الولاء للسيد مطلق وللانتقاد حدود. السيد حسن بهذا المجتمع شخصية مقدسة ورمز، رمز لا اعتبره مقدس، يعني لا يجوز انتقاده. ما في حدا ما فيه انتقاده، اللي ما بينتقده هن الأئمة والرسول، ولكن في انتقاد عن انتقاد بيفرق. الناس مقامات، ينتقد كل إنسان ينتقد، ولكن الحفاظ على السيد حسن. السيد حسن قلت لك أنا فيك تنتقدي بالسياسة، بس ما فيك تتعرضي لشخصه. أنا ما مع رأي أي واحد يكون يعني مهزأ أو يطول على خطاب نصر الله أو خطاب تبع المستقبل الحريري. سيد حسن مقاوم، سيد حسن رمز المقاومة، رمز العروبة. بس أليس هو أيضا رجل سياسي يعني ينتقد أو لا؟ هلا بينتقد بس مش بالطريقة الساخرة هذه. ما استفزني، ما عنالي أساسا، ما حسيت أنه حيأثر على نفسية العالم. يعني تكون الناس رايقة ورواق وتمام أفضل من هالقصص، لأنه هي كل ما تعمل شيء حيزيد الفتنة أكثر بالشارع. في الطريق الجديد حيث الثقل السني، الانزعاج من ردة الفعل واضح، لكن أوامر التهدئة واضحة أيضا. كمان احنا بنستنكر هالشيء، كل اللي عم بيصير غلط، والعالم اللي هان عم بيداول غلط بالغلط، وهذا غلط. شو سنة وشو شيعة، كل عمرنا عايشين مع بعضنا. أقولك انت ما عم يغلط نصر الله، عم يعمل كتير ويفظع بسوريا، قليل بسوريا. ما عم يتمسخروا على سعد الحريري على التلفزيون، وعم يتمسخروا على جنبلاط، وعم يتمسخروا على الكل. يعني بس هن رجال سياسي وليسوا رجال دين. والله يعني ما بعرف، يعني شو بدي اقول لك، ما بعرف. والله هي ما انا مزبوطه. طب ما قبل بمره انتقدونا المفتي، يعني نحن ما قمنا جيشنا الطائفه السنيه على الطائفه الشيعيه، ما بدنا نرد. لانه نحن في مين استوعبنا وفهمنا انه ما بنرد. مين اللي فهم؟ زعيمنا ختي. مين؟ زعيمنا. نحن بالنسبه لرئيس سعد الحريري يعني اكيد 100%، اكيد 100%. والتزمتوا التهدئه؟ طبعا كرماله شو اكيد.
بين الضاحية والطريق الجديد إذن إعلان نيات شعبي لا سياسي. فهل تسلم الجرة بعد هذه المرة؟ هي الفتنة الطائفية عنوان أساسي وسهل لإطلاق شرارة أي مواجهة في لبنان. أبناء الضاحية وأبناء طريق الجديد لا يريدون هذه الفتنة، ولكن هل هذا حقا ما يريده الممسكون لهاتين المنطقتين محليا وإقليميا؟ الساعات المقبلة كفيلة بالإجابة عن هذا السؤال. من الضاحية الجنوبية، جويس عيئي، MTV. مواقف سعودية جديدة. الحكومة اللبنانية غير قادرة على ضبط باسيل ونحن نحب الإيرانيين. إذا كانت حكومة لبنان غير قادرة على ضبط وزير خارجيتها، فكيف يمكن للسعودية أن تأمن أن الأموال التي كانت خصصتها لتسليح الجيش اللبناني ستصل إلى الأيدي المطلوب أن تصل إليها من دون أن يتسلمها حزب الله الذي نعتبره منظمة إرهابية؟ هذا آخر المواقف السعودية الرسمية فيما يتعلق بالعلاقة مع لبنان، موقف صدر عن وزير الثقافة والإعلام السعودي عادل الطريفي في حديث نشرته صحيفة الراي الكويتية. الطريفي أضاف أنه لطالما وقفت السعودية إلى جانب اللبنانيين ورعت إنهاء حربهم الأهلية وسندتهم، لكن يبدو أن وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل يتصرف بغض النظر عن إرادة اللبنانيين أو حكومتهم. أيضا اتهم طريفي الحرس الثوري الإيراني بتدبير أحد التفجيرات الذي طال مسجدا للشيعة في المملكة العربية السعودية، مضيفا أن بلاده لم تشن حربا في اليمن لأن الحوثيين نفذوا انقلابا، بل لأن الرياض رصدت حركة صواريخ باليستية في اليمن مصوبة نحو السعودية. الوزير أشار إلى أن السعودية تحب إيران والإيرانيين ومشكلتها هي مع النظام، معتبرا أن مطالب السعودية تجاه إيران بسيطة وهي ألا يحرقوا سفارات. عادت مواقع التواصل الاجتماعي التداول بمقتطف من حديث ألقاه وزير الخارجية السعودي عادل الجبير خلال مؤتمر ميونخ الأخير، جدد خلالها التأكيد أن داعش لا تمت إلى الإسلام بأي صلة. Every religion has perverts and psychopaths who try to hijack it. ISIS is as much Islamic as the KKK is Christian. Don't they have a cross? Don't they do everything in the name of religion and Christ? Don't they believe that Christ compels them to lynch and kill people of African descent? Can one really say that the KKK is a Christian organization? There are other groups that one can point to. There are other massacres that were committed in the name of keeping certain countries or regions clear of non-Christians. There are people like this also in the Jewish faith that have nothing to do with Judaism. There are people like this in the Hindu faith that have nothing to do with Hinduism. For anyone to argue that Daesh is Islamic is preposterous. In the Islamic faith, the Quran reveals that you have your faith and I have my faith. And you're free to practice your faith and I'm free to practice mine. What greater sign of tolerance and acceptance do you have than this? In the Islamic faith it says, he who kills an innocent soul is as if he has killed all of humanity. And he who saves an innocent soul is as if he saved all of humanity. What better example of compassion and mercy do you have than this? So if you look at what Daesh says and you say it's in the scriptures, doesn't the Old Testament say an eye for an eye and a tooth for a tooth? If somebody does it today, would you say they were Christian or they were Jewish? So I caution people, because it seems to have become almost novel. Not novel, it's become the flavor of the day to try to read things into Daesh or into Islam that are not there. The Islamic religion and Islamic civilization was the civilization that preserved the history of Greek and Rome and passed it on to the West. Western civilization would not exist without the Islamic Arab civilization. The Islamic civilization and the Islamic Arab civilization was the civilization that connected China with Europe.
So it was global. The point I made early on about being an intermediate civilization, this is what I mean. So if Islam was intolerant and Daesh represented Islam, would Islam have preserved Aristotle and Socrates and passed it on to the West? Would Islam have connected Eastern civilization with Western civilization? Of course not. So I urge you, all of you, to be careful when it comes to making generalizations or to accepting generalizations that have no basis in fact. وللحديث عن تحركات الشارع في الساعات الماضية وتداعياتها السياسية على الاستحقاقين الرئاسي والبلدي ينضم إلينا خبير الشؤون السياسية في الام تي في الدكتور سامي نادر. دكتور سامي نادر أهلا وسهلا فيك. مساء الخير. مساء الخير. كيف تقرأ المشهد الذي شهدته المناطق اللبنانية ليلة أمس غداة مشهد عرض على احدى الشاشات متعلق بالسيد حسن نصر الله؟ يعني اخطر شيء اللي شفناه امبارح هو اشتعال الشارع اللبناني، ولانه الامر عم بيصير ضمن مشهد اقليمي جدا خطير، في فتنه مذهبيه انه مشتعله بكل المنطقه من لبنان لليمن من الشام لصنعاء، وفي حرب اقليميه مستعره عم تستعمل فيها كل الادوات السياسيه العسكريه والاعلاميه. ومن هون في مسؤوليه كثير كبيره على اللبنانيين لتدارك الفتنه او استعمال الشارع اللبناني ضمن هالحرب الاقليميه اللي جاريه، خاصه انه القاده اللبنانيين سبق وانه عبروا عن حرصهم على تدارك الفتنه ولا سيما حزب الله. اذا هن رفضوا الفتنه وحذروا منها، اليوم يجب ترجمه القول بالفعل. الكرامات عزيزه، لازم تكون عزيزه على الكل، عزيزه علينا، ولكن مصلحة الوطن وسلم الأهل هو الأولوية. وهون النقطة الأخيرة لتدارك الفتنة، يجب العودة لمؤسسات الجمهورية، لا ضبط الاستقرار ولا إدارة خلافاتنا واختلافاتنا. شو يعني المؤسسات؟ مؤسسات هي أولا رئاسة الجمهورية، الإسراع بانتخاب رئاسة الجمهورية، عودة انتظام العمل للحكومة، تفعيل مجلس النواب والمجالس المحليه. يعني دكتور بتعتبر انه الشارع دائما مهيأ للاشتعال؟ اذا بدنا نفلته لغرائزه يعني هو مهيأ للاشتعال بظل الوضع اللي عم نعيشه، مشان هيك نحن ضروره لعوده. لشو عندنا مؤسسات؟ عندنا مؤسسات لضبط ايقاع خلافاتنا السياسيه ولتامين استقرارنا، وهون ضروره انه هالشيء اللي صار امبارح يكون محفز للعوده للمؤسسات ومش لتجميدها تعطيلها او يا سمح الله لالغائها، لا سيما انه احنا مقبلين على انتخابات بلديه. دكتور سامي نادر شكرا جزيلا لك. مسيرة لمصلحة الطلاب في حزب الكتائب من الصيف باتجاه مجلس الإنمائي والأعمار للمطالبة بإعلان حالة طوارئ جدية بسبب أزمة النفايات. للمزيد من هناك يطلعنا عليها رالف دومت. رالف يعطيك العافية، لو سمحت أن تصف لنا هذا التحرك وما هي المطالب التي رفعتها مصلحة الطلاب في الكتائب. نعم فادي، يستمر التحرك اللي قامت فيه مصلحة طلاب حزب الكتائب اللبنانية، التحرك اللي بدأ من مركز الكتائب بالصيفي وتوجه بعده إلى أقرب نقطة ممكنة من السراي الحكومي وأيضا من مجلس الإنماء والأعمار. الحراك بعده مستمر إذن بمحيط السراي، والشعارات اللي حملها كانت أولا حل سريع وعاجل لأزمة النفايات، إضافة إلى إيجاد مخرج سريع لهذه الأزمة، وأيضا اعتبار أنه رئيس مجلس الإنماء والأعمار نبيل الجسر هو الذي يعني بسبب تراكم الأزمة بيجي من تقاعس كان بمجلس الإنماء والأعمار متابعة لهذا الملف. أيضا يشار إلى أنه المعتصمون من حزب الكتائب كانوا وجهوا جملة من الاستئالات، طالبوا باستئالة وزير البيئة محمد المشنوق، وزير الداخلية نهاد المشنوق، وأيضا الجسر في حال لم يقوموا بواجباتهم وتقاعسوا
واستمروا بالتقاعس فيما يتعلق بأزمة النفايات. لنعرف أكثر هذا التحرك اللي بعده مستمر إلى جانب باتريك ريشا نائب رئيس حزب الكتائب، نائب أمين عام حزب الكتائب. باتريك، شو أبرز الخطوات اللي حزب الكتائب يعتبر أنه هي أساسية لحل أزمة النفايات اليوم؟ نحن اليوم إذا هون لأنه رجع هذا الملف على نقطة الصفر أول شيء، لأنه من بعد ما التزوير الكبير اللي حصل بملف الترحيل كان من المفترض أنه حزب الكتائب يرجع يأخذ هذه المبادرة. أول شغلة إعلان حالة الطوارئ، هذا حالة الطوارئ لازم تنعلن بكرة اللجنة الوزارية بالاشتراك مع أخصائيين من المجتمع المدني، واحد اثنين مع مجلس الماء والأعمار، اجتماعات مفتوحة كل الوقت كحل سريع. يلي عم تطرحه كتير بسيط، شقفة أرض بمنطقة نائية وخاصة بسلسلة الشرقية يلي ما فيها لا تلوث ولا شيء، ينحطوا ينقلوا فيها كل الزباله وينحطوا هناك. هيدي خطوه سريعه هلا تننتقل بعدين لحل بلدي، يستلموا البلديات بارشاد هيدي اللجنه الوزاريه اللي بدها تتشكل، يعطوا البلديات التوجيهات تنحل الازمه بشكل لا مركزي. ايضا اشاره فادي الى انه حزب الكتائب يلي هو يشارك بالحكومه وبمجلس النواب بيعتبر انه التحرك الشعبي هو وسيله للضغط على السلطه الحاليه في ايجاد الحلول والتسريع بحل ازمه النفايات. رالف تومت، شكرا جزيلا لك. في سياق متصل، أصدرت شركة سوكلين بيانا أكدت فيه أنها وشركة سوكومي لا تتدخلان ولا تتفاعلان مع أي من الأحزاب أو السياسيين وأجنداتهم، رافضة الاتهامات والتصريحات التي أطلقها النائب سامي الجميل بحقها. الشركتان أكدتا العمل حصرا وفقا للعقود الموقعة مع الدولة والتعاون بشكل كلي مع المدعي العام المالي ومجمل السلطات القضائية المختصة والمطالبة بنشر نتيجة التحقيقات القضائية. أضاف البيان أن شركة سوكومي قامت بمبادرة منها وعلى نفقاتها الخاصة بتوسيع عمليات الفرز، وأن هناك لغطا كبيرا في المعلومات المتعلقة بالكميات الفعلية حيال الفرز وإعادة تدوير وتسبيخ النفايات وتمريرها. ضاعت خلوة سيدة الجبل 12 في فتق المسيحيين اللبنانيين للعودة إلى جوهر الرسالة الإنجيلية والعمل على تجاوز الحدود الطائفية وتوثيق العلاقات مع مسيحيي العالم العربي، بالإضافة إلى التواصل مع قوى الاعتدال في روما. وكان منسق الأمانة العامة لقوى 14 من أذار فارس سعيد استعرض قبيل الجلسة أبرز التحديات التي تواجه المسيحيين في المنطقة والعالم. كما يعيش العالم اليوم ثورة اتصالات وتواصل غير مسبوقة تجعل منه قرية صغيرة على شبكات التواصل الاجتماعي. فشل النظام العربي الذي أعقب مرحلة الانتدابات الغربية ثم قيام دولة إسرائيل في توفير الاستقرار والتنمية المستدامة لمعظم الكيانات الوطنية الناشئة، بروز تيارات إسلامية متطرفة. من 100 سنة هذا الموضوع ما كان موجود. تتراوح ما بين قيام دولة ولاية الفقيه ودولة الخلافة، محاولة قوى إقليمية غير عربية التحكم بقرار المنطقة. إسرائيل تدعي احتكار الديمقراطية في المنطقة وتحاول أن تكون امتدادا للغرب في أرض الشرق. تركيا تقدم نفسها قوة إقليمية إسلامية قادرة على التفاعل مع العرب وفي الوقت ذاته قادرة على التفاعل مع النظام العالمي الجديد. إيران تمددت بنفوذها حتى وصلت إلى البحر في غزة وبيروت، مرورا بعواصم اليمن والعراق وسوريا. محاولة المملكة العربية السعودية ومجلس التعاون الخليجي الحفاظ على نظام منسميه نحن المصلحة العربية، بحيث لا يتحول العالم العربي إلى ضواحي قوى إقليمية غير عربية، ظاهرة العنف الإرهابي المتفلت وغير المسبوق الذي يجتاح المنطقة ويفيض عنها. الوزير جبران باسيل يؤكد في افتتاح الجلسة الأولى للمجلس الوطني في التيار الوطني الحر أن ما تم إنجازه اليوم للمرة الأولى في التيار وفي لبنان هو انتخابات نسبية مزدوجة. نحن اليوم عم نكتب صفحات تأسيس التيار الوطني الحر بالديمقراطية وبسجل بعتقد كلنا سوا بنفتخر فيه، بوقت يلي عم تعصف حوالينا أزمات كتيرة. اليوم التيار الوطني الحر عم بيوضع أعرافه وتقاليده الديمقراطية والتنظيمية، وإن شاء الله بيصير في عنا مؤسسة أولادنا وأولاد أولادنا بيتذكروا هيدا النهار
بنحط بالتاريخ ب 28/2/2016 انعقدت أول جلسة للمجلس الوطني، وبنبلش نأسس لأعراف نحن بهيئاتنا في أن أعرافنا بطريقة الممارسة بالشكل وبالمضمون. إن شاء الله نحن وياكم بنبنيها يوم بعد يوم، وأنتوا بانضباطكم وبالتزامكم بالتيار الوطني الحر بتساعدونا نعمل هالهيكل الصلب كتير. مقهى ثقافي في شارع سوريا يجمع شبان جبل محسن وباب التباني سبق وحملوا السلاح في وجه بعضهم بعضا. في يوم أحد مشمس صدح صوت فيروز، أمر عادي لولا أنه حصل في شارع سوريا في طرابلس حيث اعتاد السكان أزيز الرصاص. أمارة يا أمارة لا تطلعي على الشجرة، والشجرة عالي وانت بعدك صغيرة. هو مقهى ثقافي صغير يديره شبان من باب التبانة وجبل محسن، كانوا قد التقوا في عمل مسرحي مستوحى من واقعهم بعدما شاركوا في قتال بعضهم بعضا. لقى انا بمثل اللي بربطهم اللي هو سوشي بالسماء اللي مثل شو فكرني ستبسة صلاة شو صلاة ما صلاة طب صلاة طبعا عندي بمثل أهل الجبل شو جبل ما جبل تمثيل، غناء، عزف وغيرها من النشاطات الثقافية ستشكل فسحة أمل لشباب قرروا رمي السلاح. يعني هيدي مساحة مشتركة بينه وبين كل الطوائف، ما بس بين تبين وجبل محسن، من كل لبنان. احنا بدنا نعيش ومثلنا مثل كل هالعالم، ما بدنا نتقاتل بقى خلص. يعني مرحلة راحت ما بدنا ترجع، إن شاء الله ما ترجع بقى. يعني صرنا ما بس أعز الأصحاب، صرنا أخوة وأكثر. هيدي القهوة مثل ما التقينا أنا وخضر صرنا أخوة، إن شاء الله نحن هيدي الهدف منا إنه نجمع عالم المنطقتين. ما يصيروا بكرة مثلنا ويحسوا مثل اللي إحنا حسيناه. ويقولوا إنه خلص بقى حارب وخلص بقى فتنة. يعني يفيقوا يفيقوا مثل ما نحن فقنا. المقهى هو استكمال لمبادرة كانت قد بدأتها جمعية مارتش لإيجاد مساحة مشتركة لشباب التبانة والجبل. نحن حابين أنه بهالمنطقة يصير في مثل مساحة تفاعل لكل الشباب من المنطقتين حتى يتعرفوا على بعضهم، يتقاربوا من بعضهم من خلال الفن، السكتشات، المسرح. يعني الشباب ما بيلجؤوا للعنف ولا تطرف من وراء أسباب إيديولوجية، هي الأسباب هي أسباب فقر، أسباب ظلم، أسباب تهميش. فهيدا المحل حبينا كمان يكون مثل نوع من مردود ما للشباب اللي رح يديروه. أول شيء استفادوا أنه زدتوا سلاحهم وقرروا يشتغلوا فن وما بدهم يحاربوا. ثاني شيء صاروا ناضجين فنياً، صاروا يعرفوا هني يكتبوا، هني يحطوا نكتهم وبيعملوا امبروفيزاسيون، بيرتجلوا على المسرح. عم نجرب قد ما فينا نخليهم كمان يطلعوا لبرات طرابلس ويفرجوا فنهم. في ظل التوتر الطائفي الذي شهدته طرابلس، خرج شبان يأملون وضع جبل الخلافات خلفهم وفتح باب موصد بينهم علهم ينجحون. بين جبل محسن وباب التباني سوريا شارع شهد أعنف المعارك، فهل ينجح هذا المقهى بتحويل خط التماس إلى خط التقاء ليثبت أن صوت الفن والثقافة يعلو على صوت كل المعارك العبثية؟ من شارع سوريا في طرابلس، رونا حلبي، MTV. بعد الإعلان الهدنة سارية. وهل يصلح الإصلاحيون إيران؟ إدارة أوباما تؤكد للMTV مضيها في وضع حد لنشاطات حزب الله وتجنيب لبنان أي ضرر اقتصادي. من واشنطن تقرير ألان درغام. تستكمل وزارة الخزانة الأمريكية استهدافها لأسماء جديدة ضمن قائمة عقوباتها على الداعمين لحزب الله والمتورطين في غسل الأموال لصالحه، فمسألة أن هذه العقوبات سيكون لها مردود سلبي على الاقتصاد اللبناني تصب في خانة الدعاية الخاطئة فقط من أجل تضليل الإدارة الأمريكية وسعي بتوقيف حملاتها المشددة على حزب الله. داني كليزر أكد للMTV أن حزب الله سيظل على لائحة السوداء كمنظمة إرهابية، واستنادا للتحقيقات أن ملايين الدولارات تلقاها الحزب بطريقة غير شرعية من شركات في غرب أفريقيا وأوروبا وحتى داخل الولايات المتحدة، والعقوبات الجديدة ستقف لها بالمرصاد.
Well, it's certainly not our goal to negatively impact the economy in Lebanon. Quite the opposite. نحن نعمل على دعم وتقوية الاقتصاد اللبناني ومصاريفه على عكس ما يقال حول تأثير العقوبات. إن وزارة الخزانة الأمريكية تود تحقيق ذلك عبر معاقبة حزب الله وشل تمويله وليس لدينا النية باستهداف أفراد لبنانيين. نحن نعمل مع المصارف حول العالم كي نرصد كل النشاطات المالية لحزب الله وتجميد أمواله التي تخدم عملياته الإرهابية. من جهة ثانية أكد نائب مساعد وزير الخارجية للشؤون الشرق الأوسط للإم تي في أنه ليس لمصلحة الولايات المتحدة بإلحاق الضرر المادي للبنان في حين هو يواجه تحديات أمنية صعبة. No intention on the part of the United States to harm the Lebanese economy. هذه العقوبات لن تستهدف القطاع المصرفي ولا الاقتصاد اللبناني. نحن نود مساعدة كل اللبنانيين من جميع الطوائف ونحن فقط نركز على حزب الله وممارساته الإرهابية. نحن نعمل مع السعوديين ودول الخليج منذ زمن لضمان أمن واستقرار لبنان ونحن نعي جيدا أهمية دور الجيش اللبناني وسنكمل تواصلنا مع السعودية حول استئناف إرسال المساعدات. في وقت تنتظر الولايات المتحدة حتى نيسان المقبل للبدء في تطبيق العقوبات المالية المتعلقة بالمصارف، بدأت السعودية بتوسيع العقوبات على أفراد وكيانات مرتبطة بحزب الله. إقليميا، وقف إطلاق النار صامد لليوم الثاني في سوريا باتفاق الهدنة رغم تسجيل انتهاكات بغارات جوية وطائرات يعتقد أنها روسية دكت بلدة شمالية حمص تسيطر عليها المعارضة. الهدوء يعم سوريا بالكامل بعد مرور أكثر من 36 ساعة على بدء تطبيق وقف إطلاق النار. غابت أصوات الاشتباكات والقصف وسرت أول حركة طبيعية للسكان منذ بدء النزاع. المناطق المشمولة باتفاق الهدنة الأمريكي الروسي شهدت هدوءا استثنائيا لليوم الثاني على التوالي مع استمرار التزام النظام والمعارضة بوقف إطلاق النار. اليوم الوضع أفضل من مبارح بكتير يعني، والأجواء أحسن والعالم طالعة يعني بحريتها عم تتمشى على الطرقات وكتير مبسوطين، ما في شيء يعني. اليوم كتير أريح وأفضل بكتير بكتير الوضع اليوم كان. أطراف دمشق شهدت أيضا هدوءا إلى حد كبير، لكن مركز التنسيق الروسي في سوريا أعلن عن عبور 100 مقاتل تركيا إلى الحدود السورية وسيطروا على أجزاء شمال تل الأبيض. وقد أجرت روسيا اتصالات مع مركز التنسيق الأمريكي في عمان للاستفسار عن الهجوم قبل أن يعلن الجيش الروسي عن تسجيل 9 خروقات للاتفاق. المرصد السوري أعلن أن الهدنة تخللتها خروقات محدودة مشيرا إلى غارات جوية كثيفة من طائرات مجهولة استهدفت مناطق لم يتضح إذا كانت مشمولة بالاتفاق، فيما أعلنت وكالة سانا أن تنظيمات متطرفة أطلقت عشرات القذائف على بعض مناطق ريف محافظة اللاذقية. في الأثناء اتهم وزير الخارجية السعودية عادل الجبير روسيا والنظام بخرق اتفاق الهدنة من خلال استهداف المعارضة المعتدلة. إذا ما استطعنا أن نستمر في الهدنة فهناك خيارات أخرى، وكما ذكر السيد وزير الخارجية الولايات المتحدة هناك خطة باء. إذا اتضح أنه ما في جدية لدى النظام السوري أو لدى حلفائه فالخيار الآخر وارد وسيكون التركيز عليه. بالتزامن التزمت المعارضة وقف القتال رغم وقوع 15 انتهاكا، مذكرة في خطابها إلى الأمم المتحدة أن استمرار الانتهاكات بغارات روسية حول حلب وبهجمات لحزب الله في الزبداني يقوض الجهود الدولية. في العراق، تبنى تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن تفجيرين في مدينة الصدر في بغداد أسفرا عن مقتل 31 شخصا على الأقل. وقد وقع الانفجار في العاصمة العراقية عقب هجوم انتحاري بحزام ناسف استهدف سوقا شعبيا في منطقة الصدر الشيعية. انطلقت في السعودية مناورات عسكرية ضخمة وصفت بأنها من الأكبر في العالم بمشاركة 20 دولة للتدرب على مواجهة قوات غير نظامية وجماعات إرهابية وفق وكالة الأنباء الرسمية. وأعلنت وكالة واس أن مناورات رعد الشمال تشارك فيها قوات من دول مجلس التعاون الخليجي الست، إضافة إلى مصر وباكستان وتركيا وماليزيا والمغرب وتشاد والأردن وغيرها. الإصلاحيون يحققون تقدما كبيرا في انتخابات مجلس الشورى الإيراني.
إيران أمام مفترق طرق لتحديد سياسة مستقبلية لمجلسي الشورى والخبراء المكلف تعيين ومراقبة عمل المرشد الأعلى واللذين يسيطر عليهما حاليا المحافظون، وكفة الميزان في انتخابات المجلسين تميل لمصلحة الإصلاحيين. الحرس الثوري الإيراني أكد أن الفائزين في الانتخابات يحمون الجمهورية الإسلامية من الأعداء الخارجيين، معتبرا أن الإقبال الكبير على التصويت دليل على الدعم الشعبي الواسع للنظام الحاكم. وقد أحرز أنصار الرئيس حسن روحاني من إصلاحيين ومعتدلين تقدما في مواجهة المحافظين في الانتخابات التشريعية، وهو يعول عليهم لمواصلة سياسته الانفتاحية. أما في انتخابات مجلس الشورى فأشارت أيضا النتائج غير الرسمية إلى حصول قائمة الإصلاحيين والمعتدلين على 73 مقعدا من أصل 165، ولم تعرف النتائج في المدن الكبرى داخل المحافظات وخصوصا مشهد وأصفهان حيث يرجح فوز المحافظين. هذه الانتخابات أدت إلى أقصاء غالبية المحافظين المتشددين الذين كانوا معارضين للاتفاق النووي الإيراني. نائب رئيس مؤسسة الوليد بن طلال الإنسانية الوزيرة السابقة ليلى الصلح حميدي ترعى الحفل العاشر لجمعية الطفل المصاب بالكلى. أقامت جمعية الطفل المصاب بأمراض الكلى في مستشفى أوتيل ديو احتفالا تكريميا لنائب رئيس مؤسسة الوليد بن طلال الإنسانية الوزيرة السابقة ليلى الصلح حميدي تقديرا لدعمها المستمر وللسنة العاشرة على التوالي. مدام ليلى الصلح، شو بتعمل؟ بتساعد الوليد. أنت شو بدك؟ حتى الكلوة. وكان في استقبال الصلح المدير العام للمستشفى الأب جوزيف نصار ومدير الجسم الطبي الدكتور فادي فران. سيدة معطاء ما بتشبه حدا، بتساعد وبتمشي، ما بتسأل مين والمريض من وين ولمين تابع وشو اسمه. وبخص بالذكر الطفلة مريم شويري ويلي بالرغم من توقف 3 من أعضائها وتعطل جهاز المناعة رجعت من كتير بعيد. تحية لمعالي السيدة ليلى الصلح حميدي التي عودتنا بحضورها أن يعم الخير والأمل أينما حلت، وألف شكر لسمو الأمير الوليد بن طلال وعطاءاته المميزة. فأين الدولة من التقصير؟ علما أن وقت فراغها كبير، فالسياسة تحاك من الخارج والمالية نفدت في الداخل، والأمن لم يسمع به لا سارق ولا قاتل، وهيئات أممية لا تساعد إلا النازح، وكأن لبنان أرض ميعاد لكل لاجئ. ولكن بالصبر ثواب، فلن يكتب لأمة لا أمن ولا استقرار لطالما تمتع فيها قلة من الناس بالرخاء وأخرى أكثر عدداً ترزح تحت وطأة الفقر والحرمان. وتسلمت الوزيرة الصلح درعاً تقديرية والتقطت الصورة التذكارية مع الأطفال المرضى. وبيهون شهيد رقيب أول بالجيش اللبناني، وعنده هون بنتين صغار اللي عم بيعيشوا من 450,000 بالشهر. الصلح التقت الأطفال المرضى قبل أن تنتقل إلى غداء أقيم على شرفها. شهيدتي بالست ليلى مجروحة لعدة أسباب، أول سبب أني أنا وياها من صيدة تربطني فيها علاقة عائلية، بقى أنا باسم مستشفى أوتيل ديو باسم الأباء اليسوعيين بدي أتشكرها كتير. وتم قطع قالبنا الحلوى. بعد الإعلان من يخلف العربي ونهائيات The Voice Kids. في مصر تقدم السيسي بمرشح جديد ذي ثقل وخبرة دبلوماسية إلى القادة العرب لشغل منصب أمين عام جامعة الدول العربية خلفا للعربي. من القاهرة هشام مهران. مرشح مصري جديد لمنصب الأمين العام للجامعة العربية تقدم به بالفعل الرئيس السيسي إلى القادة العرب للتوافق عليه وفق بيان للخارجية المصرية، ليخلف الدكتور نبيل العربي الذي أعلن رسميا عدم ترشحه لولاية جديدة. وبينما ستعلن القاهرة اسم مرشحها خلال الأيام القادمة، تنحصر الترشيحات بين وزير الخارجية المصري الأسبق أحمد أبو الغيط أو وزير الخارجية الحالي سامح شكري الذي يحظى بعلاقات متميزة خاصة مع السعودية ودول الخليج. أعتقد أن هي نفس التحديات اللي بتواجه الأمين العام الحالي، يعني أولا كيف يمكن بلورة موقف عربي موحد فيما يخص كل المشاكل التي تمس الأمن القومي العربي.
تركة ثقيلة يتركها نبيل العربي الذي يغادر الجامعة العربية في الأول من يوليو القادم، حيث واجه خلال ولايته تداعيات الانتفاضات الشعبية في مصر وتونس وسوريا وليبيا واليمن، كما شهدت ولايته إصدار قرار بتعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية. أما دعواته المتكررة لتحديث ميثاق جامعة الدول العربية الذي كتب في أربعينيات القرن الماضي فلم تؤتي ثمارها. الله يكون في عون الأمين العام، لأنه هو في النهاية الأمين العام بيتخذ قراراته بناء على الإرادة السياسية للدول الأعضاء، وفي غيبة من توافر هذه الإرادة السياسية لا تتوقع أو لا يجب علينا أن نتوقع أن تقدم لنا الجامعة العربية الكثير. تحديات جسيمة بانتظار الأمين العام الجديد الذي سيتولى قيادة جامعة الدول العربية في مرحلة لا تقتصر فيها التحديات على الانقسامات الداخلية التي تعصف بعدد من الدول العربية، ولكن تشمل أيضا مؤامرات أجنبية تستهدف تقسيم دول المنطقة. هشام مهران، MTV، الجامعة العربية. من لبنان إلى فرنسا، برنامج ذا فويس يسرق الأضواء والاهتمام الشعبي. التفاصيل في كونكتد مع جاري غزال. مساء الخير. برنامج ذا فويس كيدز لاكتشاف أصغر المواهب بالعالم العربي عم يقترب من نهايته، وكلنا بانتظار السهرة النهائية يلي رح تبعوها على MTV السبت المقبل. وبسهرة مبارح على السوشيال ميديا، المشتركين الأكثر تفاعلا كانوا زين عبيد وميرنا حنا، ولكن أكثر مشتركة حصلت على نسبة مشاهدة ومشاركة من بعد تأديتها الأغنية كانت جويرية يلي غنت ألقاني بعد يومين وأثرت فينا كلنا. من لبنان لفرنسا، يلي شهد برنامج ذا فويس فيها مشاركة شاب لبناني اسمه لوكاس عبدول، وانضم لفريق زازي ليتابع بالمنافسة، مع انه منه لبنان الوحيد بهالموسم، ومارك حاتم كمان رح يشارك ورح نخبركم عن تفاصيل اطلالته بوقتها. Je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux. Parler me semble ridicule. Je m'élance et puis je recule. Et j'ai entendu un côté oriental. C'est vrai ou non ? Ah, il l'a compris. Marhaba. Ah, Lucas Abdoul, il s'appelle. Tu viens d'où ? Liban. Chez Liban. Je suis originaire du Liban, mais je suis né à Paris, et donc je suis franco-libanais. مع هالخبر بنوصل لنهاية جولتنا اليومية على أخبار السوشيال ميديا. أخبار جديدة بنشرة بكرة، ومن هلأ لوقتها stay connected. في فقرة الصحة، طريقة جديدة ومبتكرة لإنقاص الوزن، وهي الأكل في الظلمة. هل فقدتم الأمل من كل النصائح التي سمعتموها في السابق عن الحمية الغذائية؟ ما عليكم إلا اختبار طريقة جديدة للحمية، وهي الأكل في الظلام. العلماء يؤكدون أن الأكل في الظلام أكان من خلال إطفاء الأنوار أو وضع نظارات شمسية أو قطعة قماش على العينين، تساعد على تناول كميات أقل من الطعام والشعور بالتخمة بشكل أسرع. الدراسة ارتكزت على ترك الأشخاص الذين أجري الاختبار عليهم من دون طعام لأكثر من ساعتين، وبعدها قسموا إلى قسمين، وتم إعطاء الجميع أكواب من البوظة مع الفواكه. الفريق الذي تناول هذه المأكولات بوجود إنارة أكل أكثر من الفريق الذي تناول الطعام في الظلمة بنسبة وصلت في بعض الأحيان إلى 30%. ويعتبر العلماء أن القيام بهذه الخطوة يساعد في إبعاد الشهية من خلال عدم النظر إلى الطعام، وقد تساعد على المدى البعيد في إنقاص الوزن. الرياضة مع نجيب قاعي. مساء الخير. البداية الليلة رح بتكون مع أخبار كرة القدم، مع صفحة طويلة منبلشها بالصور مع المرحلة 25 من الدوري الهولندي.
امبارح المساء كنا مع البي اس في اللي افتتح هذه المرحله بفوز صعب على دودنهاج على ملعبه بمدينه انتوفن على ملعب الفيليب ستاديوم. الشوط الاول انتهى بنتيجه 0-0، وبالشوط الثاني هدفين للبي اس في، الاول من توقيع لوك ديونغ والهدف الثاني من توقيع فان جينكل، وبالتالي نتيجه مميزه لفريق البي اس في اللي بعده محافظ على مركزه الاول. امبارح فاز، ابتعد 4 نقاط عن الاياكس، واليوم الاياكس كان عنده مباراه صعبه ولكن مهمه بنفس الوقت، قدر فيه انه يتغلب بنتيجه 4-0 على خصمه في هذه المباراه، وبالتالي قدر انه يحافظ على مركزه الثاني بالترتيب. المباراه كانت عم تجمع اياكس امستردام وازاد الكمار، عمليا المباراه كان المفترض انه تكون صعبه، ولكن ميليتش افتتح التسجيل بهدف رائع، كلاسن اضاف الهدفين الثاني والثالث بهالمباراه، ومن ثم بنشوف هدف ليانسن لفريق ازاد الكمار بقلص الفارق الى 1-3، ومن ثم بنشوف ميليتش بيسجل هدف رابع له في هذه المواجهه. بهالوقت عم بصير عدد اخر من المباريات المهمه، ابرزها بكاس الاتحاد بانجلترا، مباراه عم تجمع السيتي وليفربول، والنتيجه لهلا 1-1. بالطبع اليوم بعد الظهر كان عندنا عدد كبير من المباريات المهمه، اليونايتد بيتغلب على ارسنال بنتيجه 3-2، وتوتنهام بيتغلب على سوانسي بنتيجه 2-1، وبالتالي بعده المركز الاول لفريق ليستر مع 56 نقطة، توتنهام بالمركز الثاني مع 54، ومن ثم بنشوف عدد من الفرق بالمراكز المتبقية. أما الليلة المساء أيضا فعنا مباريات مهمة بالدوري الإيطالي وبالدوري الإسباني. منتابع أخبارنا ورح نكون مع تنس مع نهائي دورة أكابولكو. بالمباراة النهائية لهذه البطولة عم نشوف دومينيك تيام النمساوي بمواجهة الأسترالي برنارد توميتش، بطبع اثنيناتهم من لاعبي الصف الثاني، ولكن اثنيناتهم عم بيعملوا نتائج مميزة وطامحين لمراكز أعلى بترتيب التصنيف العالمي، وهن قدروا في هذه المباراة إنه يقدموا استعراض رائع على الأرض الصلبة بعكس الاختصاص تبع دومينيك تيام يلي هو الملاعب الصلصلية، وهو كان ربح ببونس آيرس من أسبوعين ووصل لدور النصف نهائي بدور أريو الأسبوع الماضي، وهون عم نشوفه عم بيربح المباراة بنتيجة 2-1 وحيحرز لقبه الخامس في مسيرته الاحترافية، الأول له على الملاعب الصلبة من بعد 4 دورات بيربحها على التيرباتيو. أما بختام أخبارنا فرح منكون مع السكي كروس ورح ننتقل لولاية مينيسوتا الأمريكية. السباق الأخير لهذا الموسم كان عم يجمع 2 من أمريكا الشمالية، وبطبع المنافسة الأفضل هي بين الأمريكان والكندية. بسباق الرجال كاميرون ناس من الولايات المتحدة الأمريكية بيحتل المركز الأول أمام الكندي سكوت كروسكال بالمركز الثاني، وبالترتيب العام أيضا ناس بيحتل المركز الأول أمام الكندي، وبالمركز الثالث منشوف دين مورياتي من الولايات المتحدة الأمريكية. وطبعا منافسة حامية عند الرجال وأيضا حامية عند السيدات مع فوز جاكلين لوجير بلقب السيدات، هي اللي أيضا حققت المركز الأول في هذا السباق. هذا كان كل شيء، عودة لكم. يعطيك العافية نجيب. من زمن الكبار تحملنا الذاكرة اليوم إلى ملك الهوارة ألا مرعب، نجم جعل للدبكة بخطواته قيمة متجددة في الزمن الذهبي للموسيقى والفن اللبناني، وأعادنا إلى زمن الفولكلور المشرقي، فحمل الدلعونة والهوارة وهويدلك التي نسيها كثيرون إلى مسامع وقلوب الجمهور اللبناني في كل أصقاع الأرض. التحية هذا الأسبوع إلى يوم كان فيه للهوارة ملك. من تقرير جون أخول. من كل عذاب بس من الميجنة من كل لكل نوع موسيقي فنانوه، ولكل نمط موسيقي أربابه، وللهوارة التقليدية ملكها ألا مرعب. وهور يا ابو الهوارة وتغندر يا ابو السنارة، تعو تا نكشف اسرار ما كشفتها البصارة. وهور يا ابو الهوارة. ألا مرعب واسمه الحقيقي عبد الله مرعب من بلدة العقورة الجبيلية، اتجه في شبابه الى اختصاص بعيد من الموسيقى والرقص كما هي حال كثيرين من الفنانين اللامعين، واختار الهندسة الداخلية، لكن انضمامه إلى فرقة روميو لحود عام 68 ومشاركته للمرة الأولى في عمل القلعة في مهرجانات بعلبك كانا نقطة التحول الأساسية في حياته،
فأصبح نجم المسارح في عشرات الأعمال التي شارك فيها مع روميو لحود الذي جمعته به أيضا علاقة مصاهرة بعد زواج ألان مرعب من شقيقة روميو الصغيرة ناي. ألان مرعب جال العالم مع فرقة روميو لحود ووقف على أهم المسارح مثل الأولمبيا والتياتر دي بوزار وألبرت هول وغيرها الكثير، وكلما عادت بنا الذاكرة إلى عمل فني ومسرحي لامع في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي وجدنا دعسة ألان مرعب في رقصاتها في سينغوف سينغوف، ياسمين، ليالي زمان وأعمال الصبوحة التي عاش معها شهر عسل فني لشدة التناغم بينهما. وأثناء التمرينات لليالي لبنان عام 87 اقترح عليه روميو لحود الغناء، فكانت أول مشاركة غنائية له لإعادة الفولكلور بصوته. لك حبال شباكك مهري ما بيهدوا عصفورة، خليكي بالغنية هيك بتبقي مستورة. لم يكتسب ألان مرعب لقب ملك الهوارة بالصدفة، ففي زمن كانت فيه الموسيقى تلامس الحداثة وتقترب من الأنماط الموسيقية الغربية بأسلوبها وأجوائها، كان ألان مرعب يسير عكس التيار. بدو الجمهور الفهمان يسمع مثل ما بدو، بدو فوارس بالميدان لو هجموا ألوف يردو، وما بدو من الكف ما كان يوطوا سعر الهوارة. عام 2005 وبعد سنوات من اليأس بسبب ما آلت إليه الأوضاع على الساحة الفنية اللبنانية، رحل ألان مرعب عن 58 عاما قبل أن يحقق حلمه ويتمكن من إنشاء مدرسة للأنماط التقليدية التي كان سفيرا لها. تغلبت قوة المرض على قوة صوته وخطة قدمه الهدارة، وتغلب الإهمال الرسمي على تكريم مبدع لبنان وملك الهوارة فيه كما يليق به. لكن ليس في الأمر غرابة، لم يسبق لأي دولة أن كرمت ملكا. يا ما بأرضي مرض جيوش أصناف وأشكال وألوان، وتكنس مثل الأشوش عفش وأرزاء وبنيان. يا مصمودي هز عروش وغير تاريخ وعنوان، بجمعهن بالخمس قروش بوفر تعمر لبنان. وغيرك إيده شو بتحوش، لا ضميره ولا وجدان، العائل صار اسمه طبوش والسرقة اسمه شطارة. والهور يا والهور الأحوال الجوية مع ألين أحمر. مرحبا، مثل ما خبرناكم بنشرتنا المرئيه رح يتاثر لبنان بمنطقه ضغط جوي مرتفع بخلي اجواءنا تشبه ايام الصيف بالكم يوم الجايين. ريح جنوبيه غربيه خفيفه اجمالا بس بتقوى ببعض الاوقات، وعم تسجل 25 كيلومتر بالساعه الحراره على الساحل، عم تسجل اقصاها 24 ببيروت، على الجبال عم تتراوح بين 13 و21 15 بفقره، اما بالداخل فعم تسجل اقصاها 23 بزحله. نسبة الرطوبة بتوصل لل 85%، البحر معتدل، وبيبلش نهارنا وبتشرق الشمس على الساعة 6:09 تحديدا. كيف يكفي طقسنا بالكم يوم الجايين وكيف رح يكون طقس الأسبوع الجديد؟ إذا طقس التنين عم يبلش صافي ومشمس مع 24 درجة، بيستمر على الشكل حتى نهار الثلاثة أيضا مع 24. الأربعاء عم ترتفع الحرارة لل 25 درجة وعم يرجع مثل ما عم نشوف الأربعاء يتحول طقسنا إلى غائم جزئيا. أما الخميس عنا انخفاض كبير بدرجات الحرارة عم توصل ل19 وعم يرجع طقسنا ممطر. تابعوا نشراتنا يوميا لتعرفوا أخبار الطقس، وأنا بلاقيكم بنشرات لاحة. انتهت، شكرا للمتابعة. المزيد عبر صفحاتنا على تويتر، فيسبوك، وامتيفي.com.lb. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء. إلى اللقاء.